ايه يا منى كل ده يا بنتي بتعملي في الاكل؟ الله انا جعت يا بنتي ما عدتش قادره استحمل. ما تخلصي بقى كل ده بتعملي في حته فرخه وشويه ملوخيه. بعمل اهو يا حماتي. خلاص خلاص قربت اخلص الاكل كله اهو. ما تخلصي يا بنتي بقى، انا هموت من الجوع، جعانه وعايزه اكل. هي سابتني وراحت فين انصبه دي؟ خلاص يا حماتي انا خلصت اهو. ده انا حتى اكلت الولد واديت له منابه خلاص، واكل ومزاجه مية مية، مع الشلانه وانتي بقى اللي ما اكلناش، ومحمود لما يجي من بره بقى ناكل انا وهو سوا. ولا ايه رايك اسيب له منابه وناكل احنا؟ ايوه يا بنتي انا هستناكي بره بقى. هات الاكل وتعالي ورايا لحسن. انا ايه هموت من الجوع. لما اشيل محمود بقى ايه حته الفرخه بتاعته كده منابه، هحوشها له على جنب كده عشان هو بيجي يعيني شقيان وتعبان وميت من الجوع، ويبقى ياكل هو بقى مع نفسه. ده الواحد جاع قوي مات من الجوع، ولا يعني عشان الواحد بياخد شويه علاج كده وشويه ادويه هم اللي عاملين فيا كده؟ يكونش العلاج ده هو اللي مجوعني قوي كده. هناكل على الترابيزه يا ماما ولا على الارض زي امبارح؟ لا 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 هناكل على الارض، خلينا على الارض وخلاص. ماشي يا ماما ماشي. هو لسه كتير ولا ايه؟ انا جعانه قوي يا بنتي. بغرف اهو يا ماما بقيت الاكل. كلي كلي انت على ما جيلك. ايه ده؟ مين اللي بيخبط علينا ساعة الاكل واحنا حاطين الغدا ده؟ ده مين اللي حماده ويتحبه؟ ايه ده؟ انت اللي جيتي يا بنتي يا شيماء؟ تعالي تعالي ادخلي. ايه ده؟ ده انا حماتي باينها بتحبني قوي يا ماما. جدع يا بنتي يا شيماء ان انت جيتي دلوقتي، ده انت جيتي في وقتك. اقعدي بقى كده علشان تاكلي لقمة حلوة كده معانا. لا 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 يا ماما انا لسه واكلة دلوقتي، انا هقعد معاكي كده على الصينية، انما مش هاكل حاجة يعني، انا واكلة. مالك يا بيت وشك اصفر كده ليه؟ عامل زي الليمونه. في ايه يا بنتي مالك؟ انت ما كنتيش كده الاسبوع اللي فات. هقولك ايه بس يا ماما، يلا الحمد لله على كل حال. بقالنا اسبوع يا ماما عمالين ناكل في فول وطعميه لما معدتي اتهرت. ليه يا بنتي؟ هو جوزك ما بينزلش يشتغل ولا لسه قاعد زي خيبتها؟ ما هو ما فيش شغل يا ماما، هيعمل ايه يعني؟ ما حدش بيتصل بيه ولا بيقول له تعالى اشتغل معايا ولا اي حاجه. طب ما ينزل كده يا بنتي يدور على اي شغلانه يشتغلها عشان يصرف على بيته ويصرف عليك ويجيب لك اللي انت نفسك فيه، ولا هو هيفضل قاعد في البيت كده زي ازازه الخل، ولا مستني يكون حد كده يخبط على بابه ويقول له تعالى اما شغالك؟ ده ايه الهم ده يعني؟ افرضي ما حدش اتصل بيه ولا قال له تعالى اشتغل، مش هيجيب لكم تاكلوا ولا تشربوا؟ ده ايه رجاله اخر زمن دي؟ اسكتي يا ماما، والله ما كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده، الواحد زهق والعيال زهقوا. ده العيال هيتفشوا كل شويه فول وطعميه فول وطعميه، لما خلاص ما عدناش قادرين زهقنا. طب استني يا بنتي كده اما اقطع لك حته فرخه حلوه كده تاكلها كده هو انت قاعده ترمي بيها عظمك. لا يا ماما تجيبي لي ايه؟ هي الفرخه يدوب على قدكم، وبعدين كل اللي باقي منها 3 ارباع الفرخه، يعني يدوب على قدكم انتوا، كلوا انتوا بألف هنا. اسكتي يا بنتي اسكتي، انت لازم تاكلي وتتقوتي، انت مش شايفه نفسك في المرايه عامله ازاي؟ ده انت وشك اصفر زي الليمونه. كلي بس كلي وملكيش دعوه. بصراحة يا ماما نفسها في الملوخية ايه حاجة فظيعة، حلوة قوي. ما تجيبلي شوية ملوخية كمان يا ماما. حاضر حاضر يا قلب امك. وخدي كمان يا حبيبة امك حتة الفرخة دي كليها كليها بسرعة. حاضر حاضر يا ماما، بس كده يا ماما ممكن اكون اكلت حتة بتاعت حد يعني، لا يحصل مشكلة يا ماما ولا حاجة. يا اختي كلي الاكل كتير اهو. ده كله من خير اخوكي يا حبيبتي، كلي كلي بس لحسن وشك مش عاجبني خالص. مش فاهمة والله جوزك الحزين ده سايبك كده ليه؟ وسايبك كده ازاي اصلا؟ والله يا بنتي قلبي بيتقطع عليك يا قلب امك. امال انت سايبة عيالك فين يا بنتي؟ وازاي جاية من غيرهم كده؟ ايه المشكلة يعني يا ماما؟ ما هم قاعدين مع ابوهم، ما هو قاعد في البيت 24 ساعة، بيروح فين يعني؟ ده قاعد ماسك التليفون على طول، ما فيش وراه غير التليفون. فانا سبتهم بقى ونزلت قلت له هروح اشوف ماما، بقى لي اسبوع ما شفتهاش. قال لي يلا بالسلامة انزلي. يلا الحمد لله يا بنتي، ادي احنا كلنا لقمه كده حلوه، الحمد لله ان انت جيتي ساعه الغدا. ده انا كده والله كده مرتاحه ومبسوطه ان انت كلتي لحسن، انت صعبانه عليا قوي يا قلب امك. ايه ده انت جيتي يا سيماء؟ جيتي امتى؟ ايه يا بنتي ده انا جايه من ساعتها، بقالي اكتر من نص ساعه هنا، وكلت وشبعت وانبسطت، ما شاء الله نفسك في الاكل تحفه. تسلم ايدك يا حبيبتي. ايه اللي اخرك كده يا منى؟ كل ده بتشطبي في المواعين كده يا بنتي؟ اخرتي على نفسك الغدا، اقعدي انت بقى كلي. انا اصلا اكلت انا والبنت شيماء، اديتها منابك بقى. وانا اكلت منابي، معلش يا بنتي اصل هي يعني كانت جايه جعانه وما كانتش اتغدت في بيتها. كنت سيب المواعين دي يا بنتي لبعد الغدا لما كنا ناكل. ادي احنا يا بنتي كلنا الاكل وانت ما تفضلكيش حاجه. يلا ادي احنا كلنا لوحدنا، يلا يا بنتي بقى اقعدي كلي. يعني انت اديتي لشيماء منابي وانت كلت منابك يا حماتي؟ وسايبه لنا العظمه مصمص فيه؟ الله يسامحك، ده انا اللي طبخه بايديا وانا اللي عامله كل حاجه، وطالع عيني من الصبح وفي الاكل وفي التنظيف وفي كل حاجه، وفي الاخر ما ينوبنيش غير حته قد كده اهو، ما ينوبنيش غير العظم. ده ايه الهم الاسود ده؟
وقلت اجيب لك الاكل تاكلي عشان عماله تقولي لي جعانه جعانه، وقلت اشطب المطبخ وبعدين ابقى اقعد اكل، واخرتها اجي ما لاقيش اكل ليا. ليه يعني يا حماتي ليه؟ يا بنتي معلش، اصل شيماء عندها ظروف، ده جوزها ما بيشتغلش وقاعد في البيت وما بياكلهمش حاجه، يعني كل يوم فول وطعميه فول وطعميه، لما وشها بقى اصفر زي الليمونه من قله الاكل. والله يا بنتي صعبت عليا قوي، اول لما شفتها ما كنتش مصدقه شكلها، قلت تاكل لقمه كده تقوتها. شفتي شفتي يا منى بقت عامله ازاي؟ شفت ايه وزفت ايه؟ انا مالي ومال الكلام ده كله؟ بقول لك انا واقفه وتعبانه في المطبخ من الصبح وشقيانه وطالع عيني عشان في الاخر ما يبقاليش اكل. فين منابي يا حماتي؟ فين حته الفرخه بتاعتي اللي انا هقعد عشان اكلها بعد الشقا والتعب اللي انت تعبته ده كله؟ طب كنت عرفيني ان شيماء هنا، كنت انتهي عليا وقوليلي، كنت قوليلي تعالي كلي معانا. لو كنت عرفتيني كنت انا جبت لها اكل، كنت جبت لها المنابي اللي انا شايلاه جوه بتاع محمود. لا مناب محمود، مناب محمود اهي اختي اللي جابه لها. قال ايه مناب محمود؟ ليه يا حبيبتي؟ وانت ما بتفهميش ولا دماغك دي تعبانه؟ يعني الراجل طول النهار بره شقيان وطالع عينه، يرجع ما يلاقيش لقمه كده تقوته وتسنده؟ حرام عليكي يا اختي، ليه كده؟ امال انا يعني تاخدي منابي وتديه لبنتك تاكله وتظ فيا انا؟ مش مهم اكل؟ الخدامه اللي عندكم شغاله طول النهار في المطبخ وطالع عيني، وتاكلوا الاكل بتاعي؟ مش مشكله يعني يا ست، ايه يعني يوم يعني ما جتش على يوم كده ما تاكليش فيه؟ إيه انا سايبه لك حته العظمه اهو، ما انت بتحبيها، بتحبي تمصمص وشويه رز وشويه ملوخيه. ده حتى الملوخيه كان طعمها جميل وتفتح النفس كده، دي كانت زي السكر. تسلم ايدك يا بنت والله على الملوخيه دي، عجبتني قوي، تسلم ايدك. مش مشكله مش مشكله، انا يوم ما اكلش يعني انت تاكلي انت وبنتك، وابنك كمان عماله تزعقيلي وتقولي لي حرام عليكي ما تديش منابه لحد، وانا بقى اللي كخه؟ هو انا الخدامه اللي ابنك اشتراها وحطها لك هنا وقال لي اخدم امي؟ ايه شايفاني خدامه ولا جايبيني من الشارع عشان ما تدونيش مناب؟ ولا يكونش ابنك قايل لك هي دي الخدامه ياما ما تديلهاش مناب؟ ايه يا منى في ايه؟ هو انت زعلتي ولا ايه ان انا اكلت هنا؟ ما تعمليش مشكله بقى، ده انا اكلت يعني ربع فرخه، يعني مش حكايه. انا ما كلمتكيش يا شيماء ولا وجهت لك كلام، انا بكلم حماتي اللي عماله توزع كده في المنابات يمين وشمال ونسياني ركياني على الرف. هو انت هتحاسبيني يا بنت ولا ايه؟ انت مالك يا بنت بتعلي صوتك عليا كده ليه؟ لا بقول لك ايه، الزامي حدودك، ده انا اقعد كده واحط رجل على رجل واوزع المنابات زي ما انا عايزه، ده بيت ابني وخربني. وبعدين انت لا بتشتغلي ولا بتروحي ولا بتيجي ولا بتجيبي فلوس ولا قرش واحد حتى، يعني انت ما بتصرفيش علينا من جيبك، ما تفوقي كده يا ماما لنفسك. خلاص يا ماما، انا هقوم امشي انا بقى، انا شكلي عملت مشكله كبيره من غير مقصود. تمشي ايه وتروحي فين؟ هو انت يعني عشان كلتي ربع فرخه يبقى عملتي مشكله؟ حلوه قوي الكلام. قال ايه؟ البيت بتابونا والغربه بيطردونا. لا يا حماتي، على فكره انت مش واخده بالك ان انت اللي قاعده في بيتي، ده بيتي مش بيتكم. لا بيتك انت ولا بيت بنتك، بنتك بيتها هناك عند جوزها. وبيتك انت يا حماتي انت عارفه مكانه فين، لكن البيت ده بيتي انا، وانا اللي اقول كل حاجه فيه. انا اللي اقول من اللي يطلع ومن اللي يدخل ومن اللي يقعد وانا اللي اقول على كل حاجه هنا، لكن انت ما تقعديش كده من دماغك توزعي الفراخ وتوزعي المنابات على مزاجك، وانا ما تديليش ولا تعبريني حتى في الجزمه، ده انا صاحبه البيت فيه ايه؟ لا الظاهر ان انت نسيتي نفسك، ده انا املك بقى يا حبيبتي، الظاهر ان انت نسيتي ان انا ابقى امه، وانا هنا اللي صاحبه البيت، ولولايا ما كانش ابني يبقى له وجود. اعقلي الكلام اللي انت بتتكلميه وخدي بالك كويس انت بتكلمي مين. لا 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 يا ماما استني، انا اللي غلطانه، انا اللي جيت من غير معاد، والمفروض يعني بصراحه ما كنتش كلتكم حد ولا خدت حته من الفراخ بتاعه حد، انا فعلا اللي غلطانه، حقكم عليا. وعامه انا اسفه يا منى، اسفه ان انا جيت من غير معاد وماما ادتني حته فرخه يعني كلتها، بس معلش انت ما تعرفيش برضو الظروف اللي عندي عامله ازاي. انا بقالي اسبوع ما باكلش غير فول وطعميه، لما خلاص تعبت وهقع من طولي، وانا كان نفسي فعلا في الفراخ قوي. معلش انا اسف. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده انت تيجي هنا وتحط رجل على رجلي كمان براحتك، ده بيت اخوكي وخير اخوكي، واللي مش عاجبه يتفلق ويشرب من البحر ويخبط دماغه في ادخن حيطه. بنت يا شيماء خدي يا بنت تعالي هنا يا بنت. عاجبك كده يا ست هانم؟ البنت مشيت وهي زعلانه كل ده عشان كلت حته فرخه؟ ايه يعني اللي حصل؟ الدنيا اتهدت ولا كانت الدنيا اتهدت بقى؟ انا يا حماتي السبب برضو ولا انت اللي عماله تأمري وتنهي وتعملي كل حاجه على مزاجك وكأن البيت ده يبقى بيتك، وانا هنا ماليش اي لازمه وكأن انا الخدامه اللي هنا؟ اديت لبنتك مناب وخدت حته كلتيها وعنت مناب ابنك، طب وانا؟ انا يا حماتي نسياني ليه؟ ماليش حق اكل حته زيكو؟ وسايبه لي العظم، عظم الفراخ اقعد امصمص فيه بعد التعب والشق اللي انا تعبته ده كله يا حماتي؟
ده انت حتى خايفه على ابنك. لما قلت لك هاخد مناب محمود قعدت تقولي لي لا اوعي، ابني شقيان وتعبان ولازم ياكل. طب وانا يا حماتي مش زي بنتك؟ بصي هقول لك على حاجه، انت طول عمرك بتغيري من بنتي وحطها دايما كده هو في دماغك، ما بتحبهاش معرفش ليه، ونفسك تعملي اي مشكله عشان تبعدي الاخ والاخت عن بعض. بس انا بقى يا منى مش هنول لك اللي في دماغك، وهكلم محمود وهعرفه على كل اللي حصل، واعرف بقى اذا كان الكلام ده يرضيه اخته اللي مشت من البيت زعلانه وغضبانه دي ولا ايه. قال ايه؟ عايزه تمشي البيت على كيفك، كل ده عشان بنتي كلت حته فرخه وعشان سبتلك يعني شويه بتاع. ما انا سايبه لك حته هيتك ليها، وانا يعني ما سبتلكيش؟ انت مالك كده بقيتي مفجوعه ولا انت جايه من بيت ناس جعانين؟ يلا يا اختي شيلي الاكل وتنيلي على عينك، دخليه جوه. عايزه تاكلي تاكلي، مش عايزه تاكلي ان شاء الله عنك ما اكلت ولا دقتيه. عامه يا حماتي تشكري، ربنا يسامحك. طبعا يا اختي هيسامحني، هو انا عملت ايه؟ هيسامحني طبعا عشان بعاشر ناس معفنه وجعانه زيكم، كل همك على بطنك. وانتوا ايه رايكم؟ هو انا كده غلطانه عشان بطالب بحقي في الاكل، ولا هي اللي صح عشان اكلت بنتها وهي اكلت وعينكم لابنها؟ طب وانا فين؟ وهستناكم تقولي لي رايكم في التعليقات، انا اللي صح ولا حماتي هي اللي صح؟ وما تنسوش اللايكات الجميله بتاعتكم، وما ننساش نصلي على النبي والاشتراكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.